السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي نقولوا صباح الخير. صباح الخير عليكم الخوت، صباح الخير عليكم الناس اللي فاهمين. اليوم بغيت نتكلم على واحد الضجة نايضة بزاف كتيرة ومبالغ فيها، وهاد الضجة كاينة في كل بلاد، راه ما كايناش غير في المغرب، في كل بلاد كاين هذا المشكل، لكن كتختلف من بلاد لبلاد على حسب الطريقة. الضجة ديال التلقيح، التلقيح اللي الجواز ديال التلقيح خصكم ضروري ديروا التلقيح عادي، وداروه الناس ودرناه، ودرنا الاول والثاني ودرنا الثالث والرابع، وممكن يكون حتى المية، ماشي مشكل. فكروا شوية اللور بالله، راه كان بزاف ديال الأوبئة كانت وخرجوا لها تلقيح ودرها. علاش دابا عاد حنا كنوضوا كنغوتوا على تلقيح مادام احنا قبلنا باش نديروه ونقصت شوية، نقص شوية الوباء؟ وعلى ما كنشوفوا، على ما كنشوفوا حنا كشعب، على ما كنشوفوا ان احنا شويه الامور رجعت لطبيعتها. مثلا انا عايشه برات المغرب، كنشوف بان البلاد اللي انا فيها الناس هادين، حيدوا التلقيح، حيدوا الكمامات، نقصوا منها ماشي حيدوها تماما. كاين التعقيم، كاين اماكن ما كتدخلش ليها الا بالجواز، يعني في الموبايل ديالك كتوري الموبايل ديالك وكتدخل. ما كاينش الضجه، علاش وكيفاش وعلاش حنا وري قلتوا لينا حيدو، وقلنا مبروك وراه حنايا نقصنا، ما بقاش عندنا الوفيات، ما بقاش المسائل هذه. وحتى منين تصابينا ومشينا بالهذا، مشينا 100% ما دفعنا حتى فرانك، وتحجزنا في الفنادق الكبرى اللي هي ممكن نقول لكم على بدون مبالغه 7 ديال النجوم، وفيها اكل وادويه، وحتى من الاشياء اللي هي طبيعيه بحال العسل، بحال بزاف ديال الحوايج اللي غير. وعطاونا دواء اللي كيدق في الوريد، انا كنشرح مزيان، كيدق في الوريد، ووخروا لنا الجرعات اللي جايه بعد 3 شهور من هذاك الحدث اللي صار لنا بالكورونا، وانا كنهضر على الواقع. وفعلا طلعنا وما عندنا لا دوخه لا مرض لا شي حاجه، والدواء كلها بحال بحال في الجرعات. ربما هذا الشيء اللي نايض في المغرب، كيقولوا بان راه الجرعات اللي كاينين قرب يخلص التاريخ ديالهم. كيفاش قرب يخلص التاريخ ديالهم وناضوا الناس كيتجار؟ واش هما مخلصين؟ هما فابور، علاش غينوضوا يقولوا لكم نوض خوضوا؟ كاين شي حاجه ماشي هي هذيك، كاينه شي حاجه ماشي هذيك. انا اللي تعجبت لي واستغربت لي ان السيده غارديه في الشارع وقفها شرطي قال لها اعطيني الجواز، علاش هي ما تقدرش تمشي حتى تخرج الجواز؟ انا دابا كنحكي هكا وكنحكي هكا. السيده غاده ما عليها ما بها الحمام، ولا خصك تجيب الجواز، والحانوت خصك تدخل تجيب الجواز. راه هذا الشيء كاين بطرق اخرى في الدول اخرى، كتدخل شي متجر، كتدخل شي صالون، كتدخل شي محل تجاري، كتدخل شي مركز تجاري، كيقول لك عطيني الجواز، كتوريه الجواز وكتدخل. ما كاين لا ضربني ولا دوز دخل للكوميساريه، ولا راه غادي ندير لك ولا ما غاديش نفعل لك. الجرعات الناس خداوهم. هاد الناس اللي بغيت نتكلم عليهم، خصوصا خصوصا دابا اللي بغيت نتكلم على هاد الناس اللي تيطلعوا بالاوديوات، الو بابا الو ماما عندكم ديروا الجرعات الثالثه. تذكروا بالله، راه انا عاودت لكم على واحد السيده كتشتغل في الصحه وكتعرف هاد الشيء، انه راه اكيد ان هاد الناس بغاو يقتلونا وبغاو يديروا. علاش غادي يقتلونا؟ لا لا غادي يقتلونا. عيطتي غير لباك وماك وقلتي لهم ما تقولوش للناس اخرين، وكاين اللي كتقولها قولوا للناس اخرين، والناس كتعيط من الشمال، الاوديوات كيتفرقوا. الغرض ديالهم انه هو المال على الترويج ديال هذوك الاوديوات ودوك الفيديوهات. علاش منتي يا اختي اللي عندك يعني مكان تتكلمي منه وما خايفاش، او خايفه ومصيفطه غير اوديو ما بغاش تبيني وجهك، وعندك ناس موثوق منهم تكلموا معاك في هذه المسائل هذه، علاش ما تفضحيهمش؟ خرجي، علاش كطلبي الشعب ينوض يخرج؟ هاد الناس اللي عارفين هادشي علاش جالسين مخبيين وطالبين من الشعب ينوض يخرج، وطالبين منه انه ما يقدمش الجواز ولو يكون عنده، لان هذه حقوق ديال الانسان ما خصوش يفرضها عليه الشرطي ولا يفرضها. البلاد فيها قانون، قال لك عطيني عطيه وريه، هذيك اللي حرضاتك راه ما خرجاش، هذيك اللي قالت لك خرجي ولا قف في الشارع قال لك ولا صيفطات لك الاوديو سمعتيه، ما تمرديش وتقولي لا، خليها هي تخرج. هي قالت لك هي سامعه من عند شكون،
يعني وزير الصحة، يا شي واحد خدام في وزارة الصحة، يا شي واحد في الحكومة، شي واحد اللي مالية منه الفكر ديالها والثقة ديالها وكتآمن بالكلام اللي تيقول لك. لكن علاش ما تخرجش هي وياه؟ علاش دايرين هاد الفوضى في البلاد غير عندنا حنا في المغرب ونوضينا هاد الصداع باش نحبسوا دوك الشرطة اللي كيحبسونا؟ عطينا الجواز تلقيح نمدو ياك الجواز كتخرجوا غير في السيبر، هاك الجواز سيدي ها هو شوف كأنه بطاقة وطنية. الغريب في الأمر أن الشرطة كيطلب الجواز أو لا بطاقة وطنية أو لا تمشي المداومة ديال الشرطة. شنو هادشي؟ شنو هاد الفوضى؟ واش ما كاينش اللي نوض يخرج؟ شنو هاد الحكومة اللي خرجت وجات وجابت لنا يا خرجوا الجواز يا ها هو دخلوا الحمام؟ حكومة حبست الحمام وحكومة قالت لكم دخلوا الحمام ولكن حبسته بطريقتها. هادشي كله ممكن نتجاوزوه، هادشي كله ما تيعجبناش ولكن خصنا نعديوه. ما نديروش الفوضى والناس اللي باغيين يديروا الفوضى جالسين لفوق تيطلعوا علينا. انت راه اللي كياكل العصا هو الشعب، اللي كيتمرد هو الشعب، اللي راسو قاصح هو الشعب، اللي مكلخ هو الشعب. هادشي هو اللي كيقولوه، اللي كيقولوه الناس، هادوك الناس اللي واقفين لفوق اللي كيسيروا الشعب كيقولوا هاد. مع العلم ان الشعب عواعب شلو كاين الا فكر مزيان وحل عينيه مزيان. اللي جا قال لي خرج نقول لي سير خرج، انت اللي واصل، انت اللي كلامك مسموع. اما انا ممكن تنط غير التلفازه ولا الراديو نفهم منه شنو واقع. شكون الطبيب اللي خرج وقال لنا راه هذاك هذاك التلقيح راه مميت؟ يخرج يزيد يعاود يخرج يقول لك ما تعطوهمش، يهضر على الشعب كامل. ماشي ديروا الشعب الا راه ما مزيانش والشعب راه ما كيفهمش والشعب راه كنسيروه وكيمشي، والشعب الا بغيتي تعطي العصا الزروطه حطها راه غادي تعطيها ظهر الشعب موجود. راه عيب هادشي اللي كديرو، راه عيب هادشي اللي كديرو فينا حنايا كشعب. انا كنهضر انا كشعب مع صحاب الشعب ولاد الشعب. اللي بغى يهضر صيفط اوديو ما يتخباش، ينوض يخرج. لا راه دابا كل واحد عنده قناه، راه ما تحتاجش تعيط للدوزيام ولا تعيط الاولى، راه غادي تخرج تهز تليفون وتسجل راسك. انا كنشتغل في وزاره الصحه كذا 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 كذا، المنصب ديالي كذا كذا كذا، انا راني فاهم وعارف وبالادله وبالارقام وبالتاريخ وبالهذا، وراه الدوله باغا تقتلنا ولا باغا دير لينا ولا باغا. هذيك الساعات الناس الا فهموا وعرفوا كانك انت جريء وخارج كتعاود هذا الشيء راه غادي يوقفوا معاك. ولا انت خارج مخبي واللور مصيفط عباد الله وغير العيالات، ها ماما ها بابا لا تخرجوش، هذا فين هو هذا ماما كنعرفوه شفناه، فين بابا كنعرفوه شفناه، ما كنعرفو لا باباك لا ماماك لا انتيا. باش واحد جالس ما خدام ما ردام يقول لك نوض نخرج نيت انايا، انا مخارج ويحبسوني على الجواز وبلاتي يخرجوا. راه الناس فيها انواع، راه كاين اللي ما هادرش وما متكلمش وفاهم هذا الشيء قاري براسو، وكاين اللي باغي يخرج يدير هذا الشيء. علاش؟ حيت مدفوع. المهم حنايا عارفين بلي راه هاد المسائل كلها اللي كيديروها هاد الناس غير كيبغيو يدفعونا باش حنا نتكلموا. بحال داك اللي تيقولوا لي كتقيدني، اللي بغى يهضر على التلقيح وكان فاهم وعارف الوضع ديال وزارة الصحة انها كتقلب على المواطن باش تهلكوا ولا باش تقتلوا ولا باش تشلوا ولا باش تجلطوا، يمشي يتكلم وحنا كنسمعوا لكم كنسمعوا لهم. اما حنا باش نوضوا ندخلوا ونقولوا بالله راه صاير ونفهموا، راه حنا ما فاهمين والو، فهمونا نتوما اللي كتقولوا. اما الشعب واللي كتقولوا كيقولوا فاهم وعارف راه حنا ساكتين. نتوما اللي جيتوا الوسط اللي كتحرضونا، نتوما اللي خصكم تهضروا باش حنا نفهموكم، وعاد ديك الساعات نتبعوكم الا لقينا ما نتبعوكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.